لا ترحب لا ترحب. إيه. الله يبقيك يا ابوي، شلونك؟ تبقى من اللي يسمح لك تاخذ العصا ذي؟ يا مرحبا ابو سيد، وش حالك؟ طيب كيف امورك؟ السلام عليكم. الله يحيي ذا الوجيه. وش حالك؟ ونعم ونعم ونعم. تريض تريض. الله يبقيك. وش حالك؟ يا مرحبا ام السلام. وين ام مصعب؟ تعال تعال. الغلا. الله يرحم والديك. كيف حالك؟ يا مرحبا. وين ام مصعب؟ معكم العقيد ابو فهري. السجن لعبتي. السجن ايش؟ لعبتي. لعبتك ايش؟ لعبتي السجن. اللي يسوي فله، اللي ما يزال له الجو القريه، في هنا السجن يجيب العافيه. تعال انت. السلام ورحمه الله وبركاته. ايش حالك؟ طيب كيف امورك؟ الله يبقيك. ايش حالك؟ الله تحييك يا مصعب. كيف حالك؟ والله الحمد لله. وش علومك انت؟ ذا المطعم. الله الله. كيف نومت البارح؟ نومت كايب. من اللي يسمح لك؟ ها؟ من اللي يسمح لك؟ فادي معي. قال ارقد في السرير؟ ايه. قال اهم يدك؟ اي بالله. منو فادي معي انا بعطيك قرارات؟ قرارات. السلام عليكم. تبقى. الله حي. يا مرحبا ومسهلا. وش حالك؟ يسمح لك ترقد في السرير؟ اي قال اليوم لك مجانا. قال اليوم مجانا. ايه لك اليوم مجانا. متاكد؟ ايه. قال خليك عند باب السجن هناك لنجيك. تم. قال وش حالك يا عارف؟ صباح الخير. قبل فتره راقد. سلام يا رجال. تبقى. يا مرحبا ومسهلا. وش حالك؟ طيب. قبل فتره راقد في السرير. اي نعم. توجيه من؟ خليكم على الجنب. تعالوا على الجنب. توجيه من؟ توجيه من الاعداد ابو سيد. من اللي يسمح لك؟ تعالوا يا رب. الاعداد نعم. انا كنت متعب وهم عارفين بالتعب اللي عندي. وهم اللي يوجهوني انا على السرير. نعم. قال ارقد على السرير. نعم. عرفت باب السجن ذاك؟ نعم. خليك عنده. خليك عنده لين اجيك. حاضر. انا اعلمك الفله. الفله هذه اللي انت عايشين فيها. فله. يلا يلا يلا. الفله هذه انا اعلمك كيف. لبيك. كيف؟ مصعب تدري ايش قال انت؟ ايش قال؟ قال والله العظيم لا ارقد على ذا الكرسي البنيه. عنهم بيسوون فيني علم. هو فعلا صار. خله خله خله. ما قدر نام في السجن؟ نوم تسجل جيب العافيه. ما له ذنب. فهد معيان قال ارقد. لا لا. قال انا عندي وحشود. ما على خير ان شاء الله. يا صقر. انا. ايش كومك نايم في غرفه اللي رقدت فيها انت؟ ايش اللي رقدت فيها؟ ما غرك. راقد وين؟ الغرف واجد. الدنيا كلها غرف. في غرفة ممنوع انك ترقد فيها. رقدت فيها صح ولا لا؟ انتم منعتونا من الاسره، ما منعتونا من الغرفه. الغرفه الحين تحدرها ونسند. لا تحدرها ولا تسند. روح هناك عند السجين نجي. ودلت اللي بزين. ما عليه ما عليه ما عليه. خلي دلت تجي لي يسر الله. روح هناك. يلا خليكم في الشارع. فين مساعد؟ السلام عليكم. وعلي. نعم. ايش حالك؟ ترقد يا تاكل يا ابو علي و... ما عندك اي مشكله؟ ما عندي مشكله. ها؟ لا عاد نجي بس خيار. عاد عندنا خيار. الاكل المجاني انتهى. الاكل المجاني انتهى. ها؟ بمر ابو عبد الله. وانا ابو عبد الله بس فينا ابو علي. او نعم يا ابو علي. الاكل مجانا انتهى. علشان علشان ايش تبغى؟ ايش تبغى؟ انت ايش تبغى انت؟ غير حندو عنده عقد. جعلك مذوقه. امين. الشغله رصيد وجعلك والله مذوقه، جاي عن جعلك مذوقه. هم سامحيننا اليوم يا سامحيننا ذا اليوم. سامحك ايش؟ سامحيننا اليوم مجانا. ذا اليوم 10
بل اسمح لك يا رب. ابو علي وليد، لا لا ابو علي من اليوم اكل مجانا، الاكل مجانا اليوم، اليوم اخر يوم، اليوم اخر يوم، تموت من الجوع، تاكل قساطير، تاكل بلاستيك، ما علينا فيك، تصرف، تعيش هنا في القرية، اللي ما عجبه جو القرية، البرايم بعد شوي. ما عليهم البرايم، طيب. يا رجال، لا تشتري، لا تشتري، جعلك مذوق، أنت جعلك مذوق، أنت. طيب برا بشتري عادي، ما عندي مشكلة. بكرة، تعال أنت. غير صحيح الكلام. يا رجال امشي يا رجال، من اللي يقول غير صحيح؟ من هو؟ طبعا لا احد يلحقنا، خلكم مشوي، خلكم شكلنا اول ما نفتح حزين هوا. والله مخطئ يا ابو، لا لا انت مخطئ، انت لك فتره طايح، لا تطلع من الهواء. من اللي قاعد طرفيقنا؟ من هو يا هبش؟ حمه ويقعد، كان وده، ان كان وده، ان كان وده، لا 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 ما هي بود، ما هي برصيد، شحم ما هو برصيد، تعال تعال تو الشحم انت، ان كان به شحم طيب، لا ارجع محلك جايك تسال، خلي الفلده تقعد عشان ما تكون شغال صح. على خشم وش تتخبال انت؟ اخبالك وش تتخبال؟ لا لا تخبال، هو مغلاه ملش واقعي. واقعي كيف؟ واقعي يا ابو سيد، نضحك ونسولف. لا طافي لك فتره، طافي نفدا خشمك، قمنا للاتصالات مشتاق للشيبان ولا ندري. يا رجل ما عندك، لا تشق امه، ما عندك تشتاق، سبعه ايام ما عندك تشتاق، لا ما عندك تشتاق، خلاص جوعان، جعلك مذوقه، جوعان جعلك مذوق. كيف معك رصيد؟ لا والله ما معي. هابش حمه لا تذوقه. طيب اتصل ولا تتصل؟ معك رصيد؟ لا والله ما معي رصيد. خلني من الاشتاق والهدره اللي ما لها لزوم، احنا واد من حسب، او لو انك ادمي كان اشتغلت صح وشغال صح ولا طفيت، الزاد ما هو براس خبر، التمر موجود والقهوه موجوده وكل شيء موجود. معك رصيد؟ كل ما معك رصيد هبش حمه ولا تاكل. ايش حمزي والله ودنا، اي والله ايش حمزي، والله ايش حمزي ودنا بش، خليك شغال صح يا خالي. ها على خشم انا مالي دخل معك. لا لا معك والله العظيم اني اقولها وانا صادق. اسكت الشوق، اسكت على خشم، اسكت على خشم، خلي الشوق يمشي على خشم. والله الذي نفسي بيده ان ترقد في السجن حتى تشتاق صح. اقول على خشم من بكره مالك الا عجب. ليش نايم في الغرفه حتى؟ ليش ما رقدت قبل امس؟ راقد في الغرفه قبل امس انت؟ خلني اعلمك. ايوه علمني. انا بقول لك الصدق. ايوه ايش؟ انا ما رقدت الله يكرمك ويكرم الملك والسامعين، جلست وقرط اظافير وقمت. لا رقدت راقد بالفروه الزرقاء، الشباب شغالين صح وفي الزاويه مسوي ايش؟ ايش يعني؟ قل لا اله الا الله. إيه لا يلحق. ما رقدت. رقدت. انت راقد. انا ما رقدت. على السرير انا راقد. يا رجال راقد، مو حذف هناك، خلك هناك. والله ما رقدت، صدق اللي خلك هناك. الله يحيد الوجه اول شيء. الفله الزايده، الخبال الزايد اللي ما هو في وقته ولا هو في محله ومخالفه النظام. لا. اللي بيخالف يروح يجلس بيت ابوه. ولا يسجن، اجلس عندي في السجنيه وياكل برتقال ويتكي معي هنا في اللمه، هنا في اللمه. انت بكره ان شاء الله على ابو سلطان، على ابو سلطان يشوف موضوعكم. الاخبال استعباط اللي ما زال جو القريه، يقوم متى ما يبغى، يصحى متى ما يبغى، لا يمشي. والله اني اول الداخل. يا اخوي انا مراقب، انا مراقب، انت ما تمثل اول، انت ما تمثل اول، لا تكذب. جاي من بيوتكم تعنون تطلعون بشاشه، لا تلوثون الشاشه اللي بالصور اللي ما هي بزين. والله ما بصور زين كل شيء. اطلع ود صح. اوكي حبيبي على خشم. اوكي خالي اقول على خشم. انا احولكم ابو سلطان واستاذنكم. اوكي اليوم ما في سجن لاني برد، برد قل لا اله الا الله. قل لا اله الا الله. لا يغركم ترى حنون شويه. شغالين صح؟ قل لا اله الا الله. حق ايش تبغى؟ ابو سلطان وسبعين. ايش تبغى؟ ولكن الموضوع عندك. ان كان يا طول عمر السلامه جلست ثم النوم ما نمت. في الغرفه ولا جيت. راقد، خل الخبال على راسي، انت راقد. انت راقد. تبغى ترقد؟ اسجل. خلاص انتهى الموضوع، قفل الموضوع. اليوم ترى حنون هنا. هذه حنيه هذه. اي حنيه، ايش فيه؟ شغال صح انا.
هذه والله ما هي بحنيه. لا حنيه يا غالي. ها والله ما هي بحنيه. اجل السجن. لا 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 حنيه. حنيه. غصب عن الراضي والزعلان حنيه. حنيه. حلو. ارفع قدرك. حنيه. حلو. شغال صح. على خشم. عند ابو سلطان العلوم. انا استاذنكم. الله يحييك يا ابو. الله يحيي ذي المجيه. الله يحييك. طيب متى بكره ولا متى؟ ايش تود؟ بكره ولا متى؟ بيجيك بيجيك العلم ما تستعجل بيجيك العلم. علشان يعني ارتاح لا ترتاح. الفلة والخبال الزايد. طيب هقول لا اله الا الله. لا ترتاح. هقول لا اله الا الله. اما اشتغل مع الناس ولد صاحب اشتوي الشاشه ولا روح البيت لا تجلس ولا تعال اجلس عندي في السجن اسولف انا وانت. انت هنا بس يا ابو في كل مكان في منامك يا غالي. يا حول. في ايش؟ في منامك. في احلامك. في فراش؟ وعدنا بعدين. ابو 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 سيد جاني ارتاح خشمك. انت تقول ليه؟ لا عاد ترقد في الغرف انت وياه. ها بعلمك بعلمك خطوه كان كنت تسمح لي. هذا توجيه من الاعداد. ما لا انا ما في توجيه من الاعداد. لا هم في ضبط. الظروف معروفه يا ابو. يا رجال. باخذ منك دقيقه. السلام عليكم. عليكم السلام. المتاجر قد افتحت ولا باقي؟ هذا الفله من؟ انت راعي المتجر؟ الله يحفظكم جميع. كل رجال طال عماركم طالع من بيت هلا يدي صح. الخبال اللي ما له لزوم النوم في الغرف. اذا انت ترقد في غرفتك روح اجلس في بيت ابوك واجي. معك رصيد؟ كل. معك رصيد؟ نام في الغرف. ما معك شيء؟ ريح نفسك. الله ييسر اموركم جميع. دقيقه هو نعم. اخوياك بابو سلطان العلوم عند ابو سلطان. لا يا رجال. العلوم عند ابو سلطان. ارجع انت ويرجع. ارجع. ايش شكوه؟ ارجع. يا ابو محمد. ايش؟ ارجع الله يرحم والدك، ارجع. بنرجع بس خلاص ارجع. ارجع. مصعب قايله معين يا ابو. لا قايله من الاعداد. ارجع الله يرحم والدك. ابو فهري. يا عقيل. يا ابو فهري. يا ابو فهري. الوعد قريب. ارجع 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 لا اسمع كلمه شكوهم زين لا اسمع كلمه هم ايش فيهم انت اسمع كلمه انت بتسجلهم الحين ولا وش ارجع لا تفرق رياح نفسي ارجع يا طول عمر ارجع 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 كمل هدر انت ارجع كان ايش فيه ايش فيه انت ايش مسوي عاد شو مسوي انت ايش مسوي عشان النومه بس اللهم لحق عشان النوم والثاني طيب مساعد وش مساعد ليه ابو سلطان ليه ابو سلطان ما ادري احنا في توجيه من الاعداد خلاص خصم طيب اذا رقت ساعه مشكله حتى رقت ساعه خصم خلاص يطلعك برون لا يا رجال يا اخوي احنا على توجيه من الاعداد انا بالنسبه لي انا عنده عذر وانا والله العظيم رقت مغلق الرصافير وقمت لا ما كيف خليه يرجع خليه يرجع صدق يا رجال